مشاهديننا الأعزاء، ما زلنا هنا في غاة الحرية. ما زلنا هنا في غاة الحرية، وتم أداء الغصم لجميع رؤساء أحزاب الحركة الشعبية، ونحن هنا بنستضيف رئيس الحركة الشعبية وهو رئيس إدارية أبيي الكبرى. في البداية مرحب بك سيادتك. أهلا وسهلا، وأنا بسلم لكل المشاهدين وكل المستمعين بتاع الميديا المختلفة. الليلة يوم يعني يوم طويل، أعضاء إسبلم يشتغلوا شغل كبير خالص، يعني في اتجاه تطوير وتنمية الحركة الشعبية، والواحد يعني بيتمنى إنه كل الحاجات اللي قررناها هنا يمشي يتنفس. وأنا يعني أنا متحمس خالص إنه كل الأعضاء المشوا من الاجتماع ده مشوا بروح جديد، يعني مشوا بروح في إنه يمشي يشتغلوا في إسبلم اللي بيهتم بهموم بتاعت المواطن. طبعا في حاجات كتير اتعمل بما فيه confirmation بتاعت الانترم شير بيرسونز بتاعت إسبلم في الستيت وادمنستريف اريا، and I'm the one of those who is confirmed as chairperson of ABI Special Administrative Area. أنا بشوف إنه ده تحدي كبير، بالإضافة للشغل بتاعي كزول المسؤول من الدولة في منطقة ABI، وحاسة دي بقى في حم كبير في إنه نطور إسبلم في منطقة ABI. الحمد لله إنه في إسبلم كل الأورجنز في ABI، كل الأورجنز بتاع إسبلم كوناه، عندنا سكرتاريات قوي، سكرتاريات بكامل أعضاء، وقدامنا حس هذا شغل تقيل في إنه نمشي نطور إسبلم إلى جانب إنه نطور منطقة ABI كمسؤولية بتاع دولة في العاتق بتاعنا. ونحن حنتعاون مع الحزب في المركز هنا ومع الحكومة في المركز هنا، والهدف الأساسي هي خدمة بتاعت مواطن في منطقة بتاعت ABI وفي جنوب السودان بصورة عامة. وأنا بشكركم على الفرصة اللي ادتني لو عشان أتكلم مع المواطنين. شكرا.